الكرام مشاهدي زيو سيتي بوان نت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية من امام السوبر مارشي او سوق المغرب الكبير بالناظور. مشاهدينا الكرام، لست الان في حلب، ولست في دمشق، ولست في حمص، ولست في تكريتة ولا الموصل، بل انا في الناظور. نعيش الامن والامان، لكننا نعيش استثناءنا اليوم. سوق يحترق عن اخره. السوق من خلفي لم يتعرض لقصف بشار الضبع، ولم يتعرض لصواريخ الملك الجبان، بل لحريق تجهل اسبابه لحد الان. فتحت العديد من التحقيقات، لم نتوصل بالنتائج كاعلاميين لحد الساعه، بل تجارهم ايضا لم يتوصلوا بالنتائج. مشاهدينا الكرام، حريق اتى على الاخضر واليابس. تشاهدون من خلفي اليوم سوق المارشي. معنا اليوم السيد خالد دودوح، رئيس هيئة التجار بسوق المغرب الكبير. نرحب بك اولا سيد خالد دودوح، اهلا وسهلا ومرحبا بك. على المجيء ديالكم لهذه الفاجعة اللي ألمت بنا يوم الأربعاء، وكنسميه الأربعاء الأسود بالنسبة لنا. كما قلت الأخ ديالنا، راه الى حد الساعه ما عرفناش سبب الحريق. راه في ظرف جوج سوايع السوق راه كان مشى كامل، وكنسجلوا بهذا الخصوص، كنسجلوا يعني التماطل، ولا يعني حتى باش نفسروا كيفاش الناس ديال الوقايه المدنيه ديال الناظور جابوا جوج ديال السيارات، واحد السياره كانت خدامه. يعني اولا سي خالد، نبدا معك من الاخر، يعني فين وصلت اخر النتائج؟ قبل ما نتصل بك كنت تلاقيت بالاخوان ديالك، قالوا لي راك في شي اجتماع في العماله او شيء من هذا القبيل او لجنه مختصه، يعني واش كاين شي اخر نتائج ولا؟ لا، ما كناش في الاجتماع، كنا واحد الاجتماع لان درنا واحد لجنه ديال الانقاذ المركب، وهذه اللجنه كتكون من 9 ديال الاشخاص، يعني كنضارتوا جميع النقاط كيفاش نديروا الحوار مع السلطه، لان احنا الملف المطلبي ديالنا كاين جوج نقاط، لان باش تعرفوا يعني الاعلاميين، لا انتوما، لا الساكنه ديال الناظور، لا الساكنه ديال زايو، ديال وجده، ديال المغرب كامل، حنا عندنا جوج مطالب. اما بناء كيقول لك بناء على الدراسه، اما يرمونا المركب يرجع كما كان، واما يبنينا المركب. سي خالد إذا سمحت لي، يعني نبداو من البداية ديال الكلام ديالك. الوقاية المدنية قلت في البداية حضرت جوج ديال السيارات، والأول يعني المسائل اللي كانت ملاحظة وهي أن اللوجيستيك والوسائل التقنية جد ضعيفة، وبالتالي يعني شنو هي الملاحظة ديالكم؟ شنو كتقولوا بهذا الشيء؟ الشيء راه معروف، راه ماشي أول حريق كيوقع في مدينة الناظور، راه تحرق سوق ديال الجوطية، ونفس المشكل، الناس ديال الوقاية المدنية ما عندهمش الوسائل ديال التدخل في المنطقة ديالنا. هنا بالضبط بغيت نطرح لك سؤال. هنا الوقاية المدنية ديال المنيلية فاش جات طلبت بالمخطط، يعني بالشكل الهندسي، يعني الكروكي ديال المارشي، ما لقاتوش، يعني بقاو شي كيشوف شي، يعني ما كاين حتى شي حاجة من هذا القبيل، هذا شي حاجة، ما قدوش يغامروا بحياتهم ويدخلوا. يعني واش ما كتشوفش بأن هذه المسائل حنا ما كننتبهولهاش حتى كتوقع الكارثة كما وقعت دابا؟ راه كيديروا الليجان، كيصيفطوها للمركب لعين المكان، ولكن ما كانش المتابعه. المشكل اللي عندنا دابا في منطقه الناظور، ما كانش المتابعه باش يعالجوا المشكل قبل ما يوقع، لانه وقع الحريق في الجوطيه، وقع الحريق في السوق ديال السمك، السوق الفوقانيه، نفس المشكل، ودابا راه واقع هنا في المركب التجاري ديال المغرب الكبير سوبر مارش، نفس المشكل. يعني حتى الناس ديال الوقايه المدنيه الا مشيتوا كصحفيين ولا كاعلاميين سولتهم واش عندك شي خارطه ديال هذا المركب، كيفاش تدخلوا في حاله الا وقع شي حريق. راه على مسؤوليتي، واحد القائد ديال الوقايه المدنيه كان دار يعني من واش اكثر من جوج اكثر من عامين كان دار واحد يعني لقاء تواصل معنا هنا في المركب، جامعة واحد اللجنه، قال لك سوق المغرب الكبير مقبره ديال الناس الوقايه المدنيه. راه لا الى حد الساعه الناس ديال الوقايه المدنيه كاع ما تدخلوش للداخل، علاش ما يدخلوش؟ هذا هو السؤال. ولكن السوق يبان لي، يعني كما كنلاحظ، الى سمح لي الاخ المصور، يعني كنشاهدوا امامنا ان السوق منهار عن اخره، يعني داخله، يعني كيفاش غادي يدخلوا؟ يعني حتى شي انسان. شوف، لا ما كنهضروش على الحاله دابا. نعم. راه في الاول كنهضروا على التدخل المباشر في الاول. نعم. راه كانوا يعني ما فهمناش كيفاش الدعم
حنا الحريق وقع مع حوالي الرابع والنصف صباحا، والدعم اللي جا من وجده ما جا روتار نورمالمون الحريق وقع مع 4 الصباح، خص الناس المسؤولين في الاقليم يكون واحد اتصال مباشر في عين المكان يخبروا السيد الوالي. والان كتشوف زعما يعني المسائل الوقائيه، حنا كنشوفوا امامنا ان هذه البدايه، حنا متواجدين هنا مشاهدينا الكرام، ربما معرضين نقدروا نقولوا اننا معرضين نفوسنا للخطر، لان حتى البنايه كتبان بانها مائله نوعا ما، اذا سمح لي الاخ المصور يرفع نوعا ما الكاميرا، اعتقد ان البنايه مائله نوعا ما، وبالتالي حنا في خطر. ورغم ذلك يعني كنلاحظ السي خالد ان الوقايه المدنيه ما متواجداتش بذاك الشكل، يعني المظاهر الامنيه الى سمحت لي السي خالد، المظاهر الامنيه اكثر منها من المظاهر الوقائيه. شوف احنا كنشاهدوا وانتم راه عينتوا، يعني كما قلتي الامن اكثر من الوقايه. نعم راه الا شاهدتي غير من هذاك الجهه راه مازال الحريق موجود، كمازال مازال الحريق لحد الان، وراه الدخان مازال هيه. اذا مشاهدينا الكرام، يعني في هذه الوقيته هذه بالضبط، يعني يوم السبت 4 ايام عن يوم الاربعاء الاسود كما سماه الاخ خالد، لحد الان الحرائق لا زالت يعني مشتعله من داخل المركب. هذا معطى جديد ربما لم يكن لدينا. راه لاحظوا معايا، وراه تمشيو تصوروا ليه، راه مازال كان الدخان ليه، مازال راه كاين النيران. مشاهدينا الكرام، كما ذكر السي خالد ديدوح، يعني النيران لا زالت مشتعله بالسوق المركب المغرب الكبير او السوبر مارشي، يعني المساله لا زالت فيها خطوره، وكانت يعني تتوفر فيها جميع شروط الخطوره. شاكين في شي حاجه ولا ربما بانت الخيوط الاولى الكارثه ولا؟ وا شوف الى حد الساعه ما عندنا ما نقولوا، لان التحقيق ما كان مازال ما بدا، حنا ما نتسرعوش ما نقولوا حتى شي حاجه اللي غادي نتحاسبوا عليها ومن بعد، هذا الشيء اللي كاين. الاجتماع شنو على من سفرت يعني الاجتماعات ديالكم مع العمل؟ حنا الخطه النضاليه ديالنا والمسائل كيفاش نتمشاو، كنطالبوا من الناس يضبطوا المسائل، لان الناس راك عارف مع الفاجعه كيقول لك نديروا التظاهر، شي كيقول لك اعتصام، شي كيقول لك نبلع هذاك الرومبوان، شي كيقول لك كل واحد شنو كيقول لك، وحنا كنطالبوا ديما ضبط النفس.